أعلنت القوة المشتركة للحركات المسلحة في إقليم دارفور غرب البلاد أعلنت أن الجيش وقوات الحركات والمقاومة الشعبية أحبطت هجوما واسعا من قبل الدعم السريع على مدينة الفاشر. وقال المتحدث باسم القوة للحدث أن الجيش وقوات الحركات استطاعوا صد هجوم شنته قوات الدعم السريع عبر محورين الجنوبي والشمالي، مشيرا إلى مقتل أكثر من 80 من عناصر الدعم السريع، مؤكدا أن الوضع داخل مدينة الفاشر تحت السيطرة. وللحديث أكثر عن هذه المعارك الدائرة في تحديدا في منطقة الفاشر ينضم إلينا من القاهرة عثمان ميرغني، رئيس تحرير صحيفة التيار السودانية. أهلا بك أستاذ عثمان، دوما برفقتنا. ما الذي يحصل تحديدا في منطقة الفاشر؟ هل يعني فعلا ما يدور في الفاشر هي حرب شوارع بين قوات الجيش والدعم السريع؟ نعم، يعني الفاشر تتعرض لهجوم متواصل منذ عدة أشهر، يعني بلغت أكثر من 100 محاولة هجومية من جانب قوات الدعم السريع من عدة اتجاهات، والمدينة محاصرة بصورة كاملة. لكن رغم ذلك استطاعت القوات المشتركة وقوات الجيش السوداني والمستنفرين معهم استطاعت صد كل الهجمات التي جاءت من عدة اتجاهات وبمختلف الأسلحة خلال هذه المدة. والمثير للدهشة أكثر حجم القوات الموجودة داخل الفاشر مقارنة بالهجمات التي تحدث من خارج الفاشر بالقوات الموجودة خارج الفاشر، وعدم المقارنة بين الطرفين. رغم ذلك استطاعت هذه القوات الصمود وصد كل الهجمات خلال هذه الفترة، بل إحداث خسائر ضخمة في صفوف الدعم السريع وفي القيادات بالتحديد. وهذا ما يلفت النظر في الفاشر أن عدد القيادات في الصف الأمامي الأول لقوات الدعم السريع الذين قتلوا في هذه الهجمات كان كبيرا قياسا بمن قتلوا في مناطق أخرى. على العموم ظلت دائما مدينة الفاشر الآن تعكس شكل مختلف جدا للأوضاع العسكرية في بقية المناطق التي استطاع فيها قوات الدعم السريع الدخول إلى بعض المدن أو مدن كثيرة في وسط السودان بمنتهى السهولة، وحتى في دارفور نفسها. لكن هنا الوضع تغير تماما والمعادلة تبدو مختلفة عما هو موجود في بقية مدن السودان. كما تبعنا أيضا أستاذ عثمان حاكم إقليم دارفور يقول كبدنا الدعم السريع خسائر فادحة، هناك أكثر من 80 قتيل وأن المعركة مستمرة، هناك محاولة صد للدعم السريع. أهمية منطقة الفاشر برأيك ليقوم الدعم السريع يعني بكل هذه يعني بحشد قواته وبتعزيز هذه المنطقة، ما الذي تعنيه برأيك منطقة الفاشر بالنسبة للدعم السريع، ويعني مدى تقدم الجيش فيها؟ نعم، يعني قبل الإجابة ربما من المهم التعليق على الرقم 80 قتيلا في هذه المعركة. هذا الرقم طبعا هو رقم متواضع قياسا للمعارك السابقة، وربما هنا مؤشر مهم للغاية. الهجمات كانت في البداية تتم بعدد كبير جدا من القوات من قوات الدعم السريع، وحجم الخسائر كان كبيرا قياسا بعدد القوات نفسها. لكن الآن الوضع تغير تماما، يعني أصبح أعداد المقاتلين من جانب قوات الدعم السريع الذين يشاركون في هذه الهجمات قليل جدا قياسا بما سبق، ويتم تجميعهم بصعوبة وفي فترات زمنية متباعدة. يعني في البداية كانت الهجمات تأتي بصورة يومية، تقريبا في اليوم الواحد عدة هجمات، ثم بعد ذلك أصبحت في الأسبوع هجمة أو هجمتان، ثم الآن أصبح يتم تجميع عدة أسابيع لتجميع أعداد قليلة جدا قياسا بالأعداد الأولى، ثم بعد ذلك تكون المعركة دائما يعني لصالح القوات المشتركة وقوات الجيش السوداني.
ينخفض تنخفض وتيرة الهجمات بصورة متواصلة. هذا مؤشر مهم جدا في هذه المعارك. أهمية الفاشر، طبعا الفاشر هي عاصمة إقليم دارفور بصورة كاملة، تاريخيا وجغرافيا واقتصاديا وسياسيا، هي المدينة الأم في دارفور ولها رمزية كبرى. زيادة على ذلك الآن هي تمثل آخر مدينة تقريبا في يد الجيش السوداني والقوات المشتركة، واحتلال هذه المدينة سيكون له تأثير بالغ ليس فقط في دارفور إنما في بقية مناطق السودان، لأن دارفور ستصبح الآن كلها في يد قوات الدعم السريع، وهذا له عديد من التبعات. قد يجعل هناك سيناريو جديد لإمكانية أن تكون هناك حكومة منفصلة على النموذج الليبي في غرب البلاد. هذا ما كنا قد سمعناه يعني من حميتي، كان قد تحدث يعني في حال استمر الجيش على رفض أي مفاوضات بينه وبين الدعم السريع، تحدث عن إمكانية يعني إقامة حكومة مستقلة عن حكومة الجيش، وبالتالي من هنا نفهم هذا الإصرار من قبل الدعم السريع من أجل السيطرة على الفاشر. وهل يعني إذا تمكن الدعم السريع من السيطرة على الفاشر يعني بأنه يعني أحكم قبضته على كل دارفور؟ نعم بالتأكيد، دارفور طبعا مساحتها شاسعة جدا، عبارة عن مساحة دولة مثل فرنسا تقريبا، وفيها موارد ضخمة جدا، وهي دولة كانت في السابق يعني حتى مطلع القرن الماضي كانت دولة منفصلة عن السودان، ثم بعد ذلك أصبحت ضمن الخارطة السودانية، لها كثير جدا من المقاومات. لكن الواقع الآن مع استمرار صمود الفاشر هذا السيناريو أصبح بعيد جدا، يعني ليس بالإمكان أن تكون هناك إمكانية لفصل دارفور عن السودان أو حتى الشروع في تكوين حكومة في هذه المنطقة، لأنها لا تزال عصية تماما على أي اختراق وما تزال مصامدة، وهذا يجعل أن إمكانية أن تكون هي بداية السيناريو الذي يمكن أن يحافظ على وحدة السودان بدلا من السيناريوهات التي يتوقعها البعض في أن تتشظى البلاد إلى عدة دويلات إذا استمرت هذه الحرب. معنى ذلك أن العمليات التي تجري في الفاشر الآن تدعم وحدة البلاد وتعزز هذه الوحدة بكون هذه المنطقة المهمة الإقليم المهم لا يزال صامد في وجه محاولات يمكن في النهاية إذا نجحت أن تؤدي إلى فصله عن بقية القطر. حتى يعني بالإضافة إلى ما تفضلت وذكرته أستاذ عثمان المعروف عن دارفور بأن معظم ثروات السودان هي موجودة في هذه المنطقة تحديدا. بهذا يعني ينتهي الوقت معك، نشكر لك هذه المشاركة دوما برفقتنا، رافقنا من القاهرة عثمان ميرغني رئيس تحرير صحيفة التيار السودانية، شكرا لك.